ازاي مصر تعمل تجيب السلاح ده كله؟ ايه الهدف؟ ازاي مصر تروح لروسيا؟ ازاي مصر لفرنسا؟ ازاي مصر تروح مش عارف فين تفتح علاقات في كل لا احنا مش هنسمح انه ده يستمر. طب نعمل ايه؟ ابدأ حرب مصر، يتم اسقاط لو محدش سمع طائرة الروسية فينا، فتضرب السياح وتضرب روسيا، يتم قتل الطالب الايطالي ريجيني، تضرب علاقته مصر بايطاليا، وبالتالي ادي فين على الاماكن بالظبط اللي هو يعرف يخنقك منها. الروس صعد خد قرار على طول، مفيش سلاح من عندنا غيره هنا، الايطاليين يحصل معاك مشكله نعمل ازمه عشان انت طلعت غاز ولا هتعمل وبتاع، الشركه الايطاليه اشتغل على ده. طب تمام، كل ده بيتم. لا اشتغلوا ايه مصر الدخل بتاع مصر؟ قناه السويس، المصريين في الخارج اللي هو الاهم الاكبر والاهم سياحه. على السياحه قناه السويس من التجاره العالميه انخفض 14% طبيعي، المصريين في الخارج كان بيجي لها 22 مليار دولار. طب نشتغل ازاي الحكايه؟ لا مفيش تحولات تيجي من بره، مفيش تحولات تيجي البنك المركزي المصري، مفيش تحولات تيجي البنوك المصريه، بقدر الامكان نشتغل، ناس تدفع، دول تشتري، ندخل في المنظومه، نعمل الحكايه دي عشان بدل ما الدولار في مصر مصر ايه نشتغل الحكايه دي لحد ما نعمل كل حاجه. يجي لك 6.5 مليار دولار تحت المصريين من امريكا. كل ده والبلد بتقوم والبلد بتشتغل والبلد ما انهارتش، مراهن على ايه؟ الانهيار والاكثر والاخر واللي انا بكلم حضراتكم عشانه حضراتكم. الانفجار الشعبي. ايه هو؟ الانفجار الشعبي. انك تنقلب وتقول رد ساعات اشتغلوا خلال الفترة وركزوا الفترة اللي فاتت اللي جاي من النهاردة وبكرة وبعده شهرين الجايين أصعب مرحلة هتواجه فيها البلد ويواجه فيها الشعب حضرات الشائعات. كل ده ما ينفعش معاكم، كل ده وحضراتكم ما نزلتوش الشارع، كل ده وايه تاني؟ لا انا برتب رجالتي واحد واحد. قلت لكم الموضوع ده من فكره من سنه، ما كنتش بهزر من سنه. قلت لكم خلوا بالكم اعتبارا من شهر سبعه، هم بدروا شويه، شهر سبعه 2016 تبدا حمله ضد مصر وضد الرئيس، ويبدا المعركه الانتخابيه الرئاسيه مبكرا. ارجعوا اي حد يكتب كده ان انا قلت الكلام ده من سنه، ما كنتش بقول كلامه، كان معروف الخطه رايحه فين. تجمع مرادعي وهتشوفوا الايام الجايه اللي انا بقول لكم كده، تصدعي ظهور عصام حجي، هيظهر كل المجموعات اللي حوالينا، هيظهر حمزاوي تاني، هيظهر الاسواني تاني، هيظهر الواد الارجوز تاني، كل المجموعات دي هتظهر في التوقيت المحدد، بالاضافه لعناصر جوه، كل العناصر اللي جوه اللي كانت في 29 يناير بالظبط بيتم معها حاليا واحد، بقول لكم بالواحد وانتم عارفينهم اكتر مني.